مرحبا لكل مشاهدينا نبض بيروت، حلقة جديدة رح نترافق فيها اليوم على مدى ساعة من الوقت. ضيفنا لليوم العميد مصطفى حمدان. في كتير مواضيع عميد، أهلا وسهلا فيك أول شيء. أهلا فيك ولكل المشاهدين. في كتير مواضيع بدنا نحكي فيها اليوم، ولكن الأبرز هو كلام الأمين العام لحزب الله مبارح السيد حسن نصر الله. في كتير علامات استفهام يمكن رسمت، أو في كتير فسروا ما قاله السيد نصر الله، كل واحد حسب شو يلي عم بفكر فيه بضل يلي عايشينه نحن من تشرين لليوم. شو أكتر ما لفتك بكلام السيد نصر الله بالأمس قبل ما ندخل للسؤال الأهم، في حرب أو ما في حرب؟ الخطاب كان يعني أول شيء المناسبة صحيح. مهمة جدا وطبيعة الهدف وبكل الأحوال أكيد نحن منعزل الحزب وقيادته بالشهيد السيد محسن. الخطاب واضح، ليه ما بعرف ليه بده يحطوا دائما على علامات استفهام. يعني البعض شايف يعني مثلا من كلامه عن إيران وسوريا أنه واضح من طبيعة الكلام أنه نحن في خضم حرب، وواضح بطبيعة الكلام، وهون الأهم اللي شو شفت أهم صحيح أنه بعده المقاومة، بعد المقاومة وقيادة المقاومة السيد حسن عم يفدوا لبنان والبلد بدم أولادهم وبدم شهدائهم قياداتهم الأساسية وبدم أولادهم الأطفال اللي عم تتمزق. يعني مثل ما شفنا بالضربة راح شهيدين حسن وأميرة، وأنا عارف التفاصيل. يعني في شغلة فعلا مأساة انه حسن ما قبل يترك اخته تحت الاوضه، فات جابها من قلب الاوضه ومات. الله يرحمهم، لذلك شهيدين اكيد. انه اللي فهمته انا من السيد حسن او اللي حبيت سمعته انه مندمر اسرائيل، انا ما عندي اكيد انه انا قلتها من عندكم، انه 80% من الكيان اذا فتحت الحرب الكبرى قدرات حزب الله، واكثر ناس بيعرفوا هالشيء هي القياده العسكريه الاسرائيليه. وقال كلمه مهمه السيد، انه لو ما بيعرفوا انه قدرانين ندمرهم كانوا فتحوا الحرب مش من اول من 10 اشهر. لا، اي رئيس وزراء اسرائيلي، وزير دفاع، رئيس اركان يدرك انه هو بيقدر يزمط من تدمير الكيان بصواريخ حزب الله، كوني أكيد مش عم بالغ أنا، واللي بيعرف بالعسكر بيعرف. هلا ما بحب حلل لأنه بسم الله المحللين العسكريين عندنا كترانين بالأيام، بيعرف إنه كان من سنة وسنتين وثلاث سنين، مش من 10 أشهر بلشت الحرب. بقى الشيء الأهم إنه بعده السيد عم بيقول نحن عم نزين بالميزان الدقيق قصة فتح حرب شاملة. قال بوضوح انه نحن، وبالتالي مثل ما قلت لك بدم اولادهم بحجارة بيوتهم المدمرة بالجنوب واللي ما عم بيقشعوها بعض الناس. تقديري بعنا ضمن هيدي المعادلة انه قرار الحرب مش قرار ولدانات وطقحنك، قرار الحرب قرار استراتيجي كبير ورح يتاخد من لبنان مش من برات لبنان. مشان هيك عم نشوف مثل ما قلت لك انه بعنا ضمن معادلة انه شو بيحبوا يسموها هون، عندنا كثير قواعد الاشتباك. هلا يمكن قواعد الاشتباك فتحت شوي، بعد في قواعد اشتباك بعد مثل ما قلت لك كله كرمال لبنان ما يتعرض لتجربه كبرى. هلا بيحكوا قرقر هذول اللي ما لا قيمة لهم بالموضوع، بس على المستوى الاستراتيجي العالي عم يحكي السيد ضمن حرصه على لبنان، وسمعناه قد ايه حكي. وبرجع بقول لك بدم اولادهم وبدم حجارة اهل الجنوب وبيوت حجارة اهل الجنوب. تقديري بعدنا ضمن معادلة الحفاظ على المعادلة مثل بالميزان، مثل ما قلت له مرة، معادلة الحفاظ على لبنان بعد اهم من القرارات الإقليمية، يعني أو الدخول بهذه الحرب الإقليمية. كنت عم تسألني أنه شو يلي خلى يكون فيها مثل علامات استفهام حول المضمون يلي حكى فيه بالأمس السيد نصر الله من هذه الجمل أو ما قاله بخطابه بالأمس، أنه إيران وسوريا فيهم ما يدخلوا بهذه الحرب. لا مش إيران،
قال سوريا، شدد على سوريا اكثر، وكمان قال قال ايران، بس هو رجع قال انه ايران سترد واليمن رح يرد، لا لا ونحن سنرد سوريا مع بعض او مش مع سوريا بعض. هي الأهم في تسوية ما ممكن ان تكون ب انا تقديري قصة اللي ناطر التسوية يعني في مثل لبناني ما حنقوله، اللي ناطر من النمس من قفا النمس ياخذ تسوية، ما في تسوية مع نتنياهو، ما في تسوية، في تسوية واحدة، وما عم يقدروا الأمريكان إذا بسبب الميوعة الأمريكية، لأنه نحن فاتين بمرحلة الانتخابات وشد الحبال بين الديمقراطيين والجمهوريين، والدولة العميقة فيها ميوعة، صار الدولة اللي بتقرر الأمريكية، عم نشوف أنه نتنياهو لا يزال يمتلك عناصر قوة بعد ما ظنوا الكثيرين أنه فقده، أو بعد ما ظن الكثيرين أنه الأمريكي بيقدر يفرض عن نتنياهو شروط. ولكن بعد ذهاب بايدن من المعركة الرئاسية، شعرنا أنه زادت قدرة نتنياهو على ابتزاز الأمريكان واللعب بمساحة الميوعة الأمريكية بفرض الحلول اللي عم تقولي أنه في شيء عم ينطبق، في شيء عم ينطبق، بس نتنياهو مثل ما قلنا استفاد من كل شيء من الأمريكان، استخبارات، التكنولوجيا، كل المعلومات، وأخذ الكل مسكهم بإيدهم وقال لهم امشوا نحن وياكم، طالما أنا إذا صار في اتفاق وصار في مثل ما بتقولي تركيبة معينة، أنا رح تطلع الفلة براسي سياسيا ويمكن جسديا. يعني إذا بكرة قالوا له حماس، قالت له خود هيدول 40 جثة أنت قتلهم بالأنفاق، أنا تقدير بيطلع حدا بيقتله مثل رابين، مثل كيف عملوا برابين، إسحاق رابين، مثل ما إسحاق رابين قتلوا واحد إسرائيلي، هلأ نفس الشيء عندك 40 جثة قتلهم، قتلهم الجيش الإسرائيلي بقرار نتنياهو، لذلك هو ما بده اتفاق على أكيد، حمل الكل نتنياهو أخذهم على القرارات القصوى، يعني ذهب اغتال اسماعيل هنية، الأخ اسماعيل هنية، واغتال السيد محسن فؤاد شكر بالضاحية وبقلب طهران، مش انه بالتالي قال هيدا الحد الأقصى انا وياكم نروح عليها، وناطرين هلا كرمال هيك شايف انه مشان هيك انا شايف المعركة واصلين لها شايف والحرب انه لحضرتك. الحل الوحيد اللي ممكن ما يفجر حرب إقليمية قد تؤدي إلى حرب دولية بظل الميوع الأمريكية وانتخابات الرئاسية الأمريكية هو أن يسقط نتنياهو وينفرض الاتفاق الأمريكي مع بقية الأطراف، لأنه أمريكا هي اللي عم تفاوض مش إسرائيل، وتسقط المجموعة كلها، يعني هاليفي جالانت هول المجموعة، في مجموعة أمريكية جاهزة لأنه في إسرائيليات ما بقى في إسرائيل، مجموعة الأمريكية جاهزة تبع غانتس وهرزوغ وهالمجموعة أنه يجوا هني هلأ ليشوفوا كيف بدهم يلمن الموضوع، يعني هن كانوا على غير هيك، خلاف غير هيك بقاء نتنياهو مش لك نحن ما بدنا نتخبي وراء خيل إصبعنا أنه في عناصر ضعف كبيرة عند الكيان الإسرائيلي. رح أحكي عن هذا الموضوع لأنه عندك وجهة نظرك بقصة ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي وهذا التشتت، لأن حكيت عن إسرائيليات مش عن إسرائيل وحدة، يعني اليوم يلي هو مشهد مش كتير كان مألوف بالسنوات اللي قبل، يمكن هيدا من القصص الجديدة وأثار طوفان الأقصى، احتلال السكنات، بقية التفاصيل السياسية مثل ما عمل لك قصة الاتفاق. بدي أرجع إذا بتسمح حميد على خطاب السيد حسن نصر الله، كمان حكي عن أنه الرد ممكن يكون رد نحن لوحدنا كحزب الله، ورد ممكن يكون بالتنسيق بين إيران وبين اليمن بعد ما تم كمان استهداف واغتيال إسماعيل هنية بداخل بقلب طهران وقصف الحديدة. بدك تجيبي عدد من هول المحللين للسيد بيخبرهم الصبح شو بيعمل وعشي شو بيعمل، أنا ما خبرني، بدك تجيبي انا ما قبلني، بس خلينا نحكي قراءتك. السيد اول شيء حدد انه ما حدا رح يعرف، الا قلت لك هول المحللين اللي عندنا، ما حدا رح يعرف كيف طبيعه الرد. والاهم نقطتين اساسيتين، اول شيء قصه الاتهام بمجد الشمس لا تشكل ذريعه للي عملته اسرائيل، وانفضحت أكثر بقصة إسقاط
هذا الصاروخ تبع القبة الحديدية يلي امبارح كمان حكى عنه على الأرض. شفنا بالكاميرا اللي بيعرف يفهم عسكري شايف انه هيدي ما حفرت، لانه عادة السهم صاروخ السهم او المقلاع داوود او التفاصيل هذا بينزل بينزل ما بيفجر كتير تحت، بتلاقيها مثل ما شفنا على الاوتوستراد مثل التوتراد ما تضرر بس طلعت اللهب لانه بيسقط، وهذا اللي صار فعلا بمجد الشمس. واللي بقايا الصاروخ ما شفت، طب هيدي المتفجره بمجد الشمس ليه ما فرجونا الصاروخ اللي نزل؟ طيب وحادث قبله، يعني في حوادث قبله بالرياض، مره لما كان عم يقصف صدام حسين الرياض وقت الحرب الخليج طلع صاروخ امريكاني مثل هدول تبع القبه الحديديه، طلع صاروخ نزل صاروخ سكاد كان قاصف عم يقصف في الرياض على مهجع على محل ما بيناموا العسكر الامريكاني، روح 41 امريكاني هو الصاروخ القبه نزل الصاروخ. اذا ما النظريه برايك حدد حدد نظريه مثل الشمس هذا الصاروخ قبه حديديه مش وارد الحزب يقصف هناك، هذه ذريعة فاشلة وحددها وكان نهارية مثل ما بيقولوا أدلة حاسمة. النقطة الثانية اللي السيد حددها أنه ما حدا رح يعرف كيف بدنا نوجه الضربة، أهم أنه الضربة ما حتكون صواريخ شولحة أنه يلا هات يا شباب نطلع بتطلع الصواريخ ومين بتسقطها ومين ما بتسقطها وبينزلوا على مدنيين إسرائيليين مثل ما بتعمل إسرائيل. أنا بالقراءة هيك بدون ما اني عم حلل بس انه اللي بشوف قراءة خلفيتك العسكرية يعني، يعني الواقع حكي كمان هو فيهم يعني حكى عن المصانع صحيح حدد العسكرية صحيح. لا هو حدد انه نحن عندنا قدرات صاروخية وغير صاروخية، لا حدد المصانع انه بنص ساعة ساعة التوقيت انه واكثر ناس بيعرفوا هالشيء واكثر ناس بيعرفوا هالشيء هن الإسرائيلية. بعدين يعني قال هذا المطار رمات دافيد وفعلا هو يعني هذا لازم يصير على الارض، يعني مطار دافيد تبع الهدود اللي مرقت فوق هذا لازم عم اقول بالرد، وهذا مطار عسكري. والمحل الثاني يعني برجع بقول لك انا ماني عم باخذ دور غرفه العمليات الحزب او 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 خبرني مثلا المحل الثاني مركز الصناعات العسكريه لحد نهريه، في قاعدة بحرية بنهارية، في قاعدة بحرية، يعني أنا تقديري هدف عسكري ما حيرد عميد مدني. بعد اغتيال القيادة مثلا كمان مثلا عم بحكي أنا مثلا شو بحب مثلا يمكن أنا عسكرية مثلا يمكن فوت يحتلوا المطلة وقادرين حزب الله يفوت يقعد بالمطلة مستعمرة المطلة لا يعني بالحرب الكبرى أكيد وما حدا يصير في توغل يعني بره ما حدا يتفلسف علي لانه عم بتزيدها وعم بتنقصها عدولكم عن جنب انتم ما بتعرفوا شو في بتتفلسفوا ايه بالحرب الكبرى كوني اكيد على القليله 6-7 مستعمرات على على حدود بدهم يحتلوهم مثل ما احتلوا بس ما حيطلعوا منها يعني حماس عملت ضربتها وظهرت هالمره الحزب رح يحتلهم واللي عجبه برأيك هيدا القوة اللي يعني خايفين منها يلي بالشمال يعني مثلا حلوة هلا فات عليه لا مش عم بمزح عم بحكيك الجد لا أنا مش يعني عم بقول بالعكس أنا وصغير بتعرفي أنا بيي كان قائد القطاع الشرقي بيي العميد حمدان كان قائد القطاع الشرقي بجبهة الجنوب كنا نطلع نقعد فيك في مركز عسكري اسمه الكيلومتر الضباط العتاق بيعرفوا اسمه الكيلومتر 9 اوكي 9 في النبي عويضة في تل نحاس كنا نطلع نقعد مع الضباط كنا معنا فريخات صغار نطلع هيك نلاقي المطلة نقول له ليه ما بتفوتوا تحتلوها تحت مثلا يعني عم بحكيك انت عم عم تقب يعني بتحليلك بقراءتك انه ممكن يكون احد الاهداف للمقاومه الاساسيه للمقاومه كنت عم بسالك عن القوه العسكريه للمقاومه يعني اغتيال اللي شايفه ولا اللي مش القياده لا في ناس مش شايفين انا شايف لا هلا انا عم بسالك لانه انت من منطلق انه انت شايف هذه القدره العسكريه في ناس ما شايفه وبتتفلسف انا شايف بس هو في كثير منهم عميد الاشخاص اللي بيقولوا انه يمكن عنده قدره عسكريه المقاومه ولكن هذا الشيء عم ياذي شو بيعمل عم ياذي لبنان ما عم ياذي البلد ايه طب لنا 10 اشهر طيب بدك تنزل كذا انا وياك من صور
هلا مش بعد ما خرق جدار الصوت وبعد هاي العمليه بيجي بياخدك انا وياك يا قهاوي السور على البلاجات تبع صورها، ما عم بحكيك بصيدا بالصور ولا ببيروت، وبالمطاعم نمشي لنكذا انا وياك عشي اذا بتقبلي عزيمتي على العشاء لفرجيكي نعزمك كمان فرجيكي العالم. طيب طلعك فرد بيان وباخدك على الشمال على طرابلس على ال يعني هلا بعد خرق جدار الصوت وبعد هذا وامبارح قالوا لي مع انه هيدي المظاهر الحياه اللي عم تحكي عنها. لا هيدي مظاهر الحياه ماشي بفضل شو؟ هاي المظاهر الحياه البعض ينتقدها انه مش هيك بتحبوا الحياه. لا 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 هيدي مظاهر شو بدك؟ عم بيحبوا الحياه، كل واحد يحب الحياه مثل ما بده. في ناس اخذين مثل ما السيد المسيح الفداء الانساني، تفدي بانسانيتك بناسوتك توصل للحياه الالهيه المقدسه. كل واحد بحب الحياه على طريقته، مثل ما بيريد، ما حدا مقرب صوبه. مشان هيك من 10 أشهر كان ممكن كلهم كانوا يتخبوا. بفضل مثل ما رجع اقول لك دم الشهداء وحجار البيوت المدمره بالجنوب واولادهم اللي اشلاقهم على الحيطان، مثل ما قلت لك بتدد الكزر انا وياك ونغني ونرقص. امبارح بيعطيني مرأة طيارة على بلاج بفتكر ب شفنا كذا بضيع بشي محل بلاج مرأة طيارة وعم تخرق جدار الصوت وعم بيغنوا لها من تحت، وبخلدي مرأة عم تخرق جدار الصوت وعم بيغنوا لها ناس بعدين كمان ببلاج يا نصر الله يا حبيب اضرب بس كمان في ناس ارتعبوا عميد من جدار الصوت. طيب ما ملك لا خافوا بس رجعوا بعد دقيقتين لما قالوا لهم جدار الصوت على التلفزيون ظهروا. لا عم بحكي رائع. هلا بدنا نقعد نحن نخوف العالم بس برجع بقول لك اهم ما في خطاب السيد امبارح انه بعده عم بيزينا فتح الحرب الكبرى اللي ممكن فعلا تكون مكلفة بعدها ضمن معادلات الوزن برغم كل هؤلاء الشهداء برغم كل هذا الدم. بدي توقف مع أول فاصل للإعلان تنرجع نكفي شوي بهذا المحور وانتقل عيالي قلت أنه بقولوا ما في قدرة عسكرية للمقاومة تنحكي كمان بهذا المحور فتشينا جيشنا رح نرجع نتوقف مع فاصل نتوقف مع فاصل إعلاني أول ومنتابع هالحلقة من نبض بيروت مع العميد مصطفى حمدان. متابعين حلقة نبض بيروت، عميد كنت عم بسألك قبل الإعلان اغتيال القيادة فؤاد شكر بما يمثل من المركز يلي كان متولاه، ومبارح السيد اعترف انه هيدي ضربه كانت موجعه لحزب الله، بس هذه القدره العسكريه اللي حضرتك كنت عم تحكي عنها لم تتاثر بمكان ما اليوم؟ اكيد لم تتاثر. امبارح اكد السيد انه لم تتاثر لما قال لك مطار رماد داوود هل صورها الهدهد 2 واللي عملها السيد محسن عمل ما بتنتبه انه اللي عمل الفيلم وزرته بالاعلام هو السيد محسن. يعني تركيبه هيدي القوى المقاومه لا تتاثر باستشهاد القيادات. بعدين بدي لك شغله اساسيه بالصراع مع هؤلاء الإسرائيليين الأعداء كل عمره ما بيقتلوا القيادات. طيب المقاومة الفلسطينية استعرضة من أبو عمار لأبو إياد لأبو الهول لكل القيادات قتلت قتلا لأنه اغتيالا وغيلة وقتلا لأنه بالنهاية الأعمال المضبوطة اللي بتكون ماشي بالحق نهاية استشهاد يلي ما بيستشهد معلش ومنه وبالجر بيكون ما مأثر ما له تأثير حتى يكون واضح. ما حدا بيضمن إذا فعلا عم بيقود صراع ضد هذه القوى. انتبه أنت ما عم تقول حاطط قدامه الاستشهاد لا
نتيجة الأعمال من بهالمستوى بدها تكون هو الشهادة. يعني تصوري مثلا مثل الإسماعيل هنية، القائد إسماعيل هنية مات هو بفرشته، قد إيه قهره؟ نال بده إياه. أو السيد محسن طبيعي، ما تفكروني عم بحكي أنا على الأشياء، والمصيبة إنه يموت عادي. عماد مغنية، سيد عباس، هيدول هذه أمثلة، مش عم نحكي الشعر. يعني هذه الأعمال العظيمة تؤدي بالنهاية إلى الاستشهاد. يلي ما له مصائب، يمكن في ناس ما تقدر توصلهم، بس انه بدنا نحط اساسا لما بدك تنفذ، لانك انت لا تخوض المعركه فقط ضد هذا الكيان الاسرائيلي، وخاصه هلا بين واضح، هلا بين كثير واضح انه من يحمل كيان هي الولايات المتحده الامريكيه وما تمتلك من قدرات. مين حميهم؟ بعد 7 اكتوبر نزلت قوات امريكيه على ارض غزه، صارت تقاتل، راحوا 2 مارينز و6 دلتا فورت. العمليات الاساسيه على تحرير الرهائن كان فيها امريكان. يعني كنا عم نسمع الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن عم بيقول له لنتنياهو انه جو بايدن فضحهم، جو بايدن حكى بهدلهم للجيش الاسرائيلي ولا اسرائيل بضهرهم، قال لهم نحن نزلنا 70% من هول الطائرات والصواريخ اللي جاي من ايران. وطلع هاليفي هذا الرئيس الأركي وقف قال الفرنسوي والله عندهم معدات مهمة لأسقاط الدولة البريطانية، انتو شو سقطوا؟ إذا هديك مسقط 70 وانتو 30% مسقطين الفرنسوي، يقول 20 سقط 10% هذا الجيش التعبان الجيش الإسرائيلي. فعلا ما تفكر انه إذا قتلوا، إذا قدر يدمر غزة بالطيران وبالقنابل الأمريكية انه هذا جيش مرتب. شوفي انت التلفزيون، خلينا نحكي الامور مثل ما بنشوفها ببسطها. طب بالتلفزيون نحن عسكر بتلاقي تبعول حماس بلش فرجونا كيف بيخططوا، كيف بيراقبوا، كيف بيطلعوا، كيف بينزلوا. هوليك اللي عم بيبثهم التلفزيون الاسرائيلي، يعني القنوات وهذا الجيش الاسرائيلي، بقوسوا بحط بقوس على الحيطان. بعد ما شفت معركه، شفتي لك شي معركه انت بالشرايط اللي هن الا تدمير طيران محي اولاد واطفال ونساء محيهم. برايك هيدا هي القدره الاكبر اللي عندهم اياها العدو الاسرائيلي؟ يعني هي غزه 10 اشهر، 10 اشهر ما فرجونا تنوره اسير، الاسرى اللي اخذوهم الامريكان حررون وحماس حطتهم ببيت مش مع حماس. وين ال 140 اسير؟ وين الخمس جنراليه تبعهم؟ هلا في خمس جنراليه ما عم يحكوا فيهم حماس. وينهم؟ انا مصطفى حمدان بعدمهم للخمسه. هلا انا قياده المقاومه عارفه تشتغل، عم بحكي جد. وين الخمس جنراليه تبعهم اللي لقطوهم بالثياب الداخليه واخذوهم؟ يعني بعد ما حرروهم ليه نتنياهو ما بده الاتفاق؟ بعدها بدها تخلص قصته. هذا مش شعر، رح يكسب نتنياهو هيدا الرهان جنرال. بس لاكد لي تفضل، بس استشهدوا اليوم جرد طبيعي، استشهد القائد اسماعيل هنيه، عينه رئيس حماس السنوار. ما في مزح، سنوار على الارض، هو استلم حماس. هيدا رد، مثل ما بيقول رد مش نغيب، رساله مش نغيب. مشان هيك ما حدا يفكر انه المعنويات عشتت، وما في تجارب سابقه، في تجارب سابقه. طب مثلا حكوا عن اغتيال السيد عباس هلا، وانه دائما المقاومه بيقتلوا له. طب ما حكوا عن الجنرالات اللي كانت عملت عليهم المقاومه عملياته وقتلتهم كلهم؟ ما بيحكوا. واضح واضح واضحه الفكره تماما. مشان هيك هاي حرب نفسيه، وبس الاساس انه لا، الاستمرار بالقدرات المقاومه واضحه باقيه على ما هي. بس المقاومه في لبنان بفلسطين عم تحكي حركه حماس وحزب الله. جبت سيره الفرنسيين والامريكيين وهالمجتمع الدولي اللي تاهب من 27 الاول بعد عمليه طوفان الاقصى. اليوم في كتير اتصالات، يعني الرئيس الامريكي بيتواصل مع قاده عرب، مع قاده من الاقليم، تيهدوا الوضع مع كذا دولة يعني عربية وغير عربية. حتى كان في اتصال بين الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عجبتنا هذا. شو هي؟ أي واحدة؟ تذكرت أنت عم تقولي عن الرئيس الأمريكاني والوصاية، سمعت ما بعرف إذا مزبوطة ولا أنا سمعتها غلط. شو هي؟ هات نشوف. وزير خارجية لبنان
كان واقف يمكن وزير الخارجية المصري عم يعمل تصريح بيقول له ان شاء الله ما يكون ردنا قوي. يعني بس هو عم يتواصلوا مع الكل والمفاوضات ان شاء الله ما يكون ردنا قوي. يعني هيدا السؤال اللي هلا عم ينسأل شو الرد اللي بده يكون؟ انا بس ردا معه. لا واضح واضح. جويس اغبى اغبى انسان بيكون اللي بيصدق كلمه من الامريكان ومن شرابة الخرج الفرنسوية وخاصة هيدا مع ماكرون. ونحن هلا الله يرحم شهداء المرفأ، تتذكري لما نزل لهون هيدا العراضة؟ تذكره لما كان بده يغير النظام من وقتها وهي نظام وشنكر ومنكر ومدري مين. شنكر بس أخذوا قريش جمع كل هول الثوار اللي بتتذكري على التلفزيون قالوا يلا روح اقعدوا بالبيت، خلصت اللعبة. مذكرينها؟ ما بدي أقول أكثر من أغبى حتى ما أقول كلمة أكثر. من يسمع من الأمريكي والفرنساوي البريطاني يقول كذاب كل عمره، أصحب صدقه. الحديد ما بيفله إلا الحديد، وما حكى ظهرك إلا ظفرك، يعني طبعا الولاد الظهر نحن كنا نتعلمها. يعني كل كلام هلأ عن مساعي ودبلوماسية لوقف إطلاق النار شو. ويصير في هذا الأمر أمر واقع لحتى نتجنب حرب بالمنطقة. في شغلتين معلش معي. أول شغلة، ليه ما عملوها مع نتنياهو قبل ما يروح يقتل إسماعيل هنية؟ أخي خبروني أنه ليه ما قالوا لنتنياهو أصحابه الخبريات؟ ليه؟ برأيك ما كان واضع الأمريكان بهيدا؟ طيب. الأمريكان معهم خبر، هن اللي عطوه كل المعلومات. عملية أمريكية نفذوا إسرائيلية، يمكن كمان في منفذين أمريكان. قصة حدا يحكي كلمة غير هيك، نحن ما بدنا نحكي حتى ما يقولوا أنه لأنه عم أنه في محل في اختراق معين أنه نحن عم نخفف. هذا بدي أسألك إياه من خلفيتك العسكرية، بعدين يعني لفاتتك هذه العملية؟ أكيد بتنفذ أكيد، وهلا بنحكي بالاختراقات بمكانها وبزمانها لكن وبكل. وأكثر من هيك شو بدنا بعد في أمور؟ مشان هيك الرد حيكون بمستوى ما حدا يفكر ظلمتين من الرد. بس عم بحكي الأمريكي ليه ما حكي مع نتنياهو حتى ما يعمل هذا التصعيد؟ ما تقتل إسماعيل هنية وما تقتل سيد محسن، ليه ما؟ طيب نحن عنا بدنا لبنان ونحافظ على المقاومة، ما بتفتح حرب، ليه ما بتحطوا الجيش اللبناني بتسلحوه بمنظومات أسلحة؟ منظومات، مش إنه بدك تعطيهم بارودة أم 16 وشفوطة صيد ليحموا حدودنا. بيقبل حزب الله عميد انه الجيش يكون على الجنوب؟ ما الفرنسيون مش عندنا الحنون وستنا وجدنا، وهلا عم يتجوزوا من بعض، صاروا رجال عندهم، جينا وزير خارجيه متجوز رجال. بيقبل حزب الله انه الجيش يكون على الحدود؟ بيقبلوا نص جيش. اي جيش؟ جيش اللبناني. شو بيه اللي معه منظومات دفاع يجي فرنسا يعطينا صواريخ مضاده للطائرات بتسقط الطياره الاسرائيليه إذا قطعت حدودنا؟ ما بدنا نعتدي عليهم. ويعطينا منظومات مدفعية نقصف فيها المستعمرات إذا اعتدى علينا وقتلنا أولادنا، ويعطينا منظومات طيارات تدافع عن الأجواء اللبنانية، ويعطينا منظومات أرض نقدر نحمي الجيش اللبناني. وساعتها أنا ضد حزب الله إذا ما بيسلم الجيش اللبناني الحدود كلها. ليش الحزب ما بيعطيهم للجيش اللبناني؟ ليش الحزب ما بيعطي هيدا السلاح والامكانيات العسكريه للجيش اللبناني؟ يا 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 الحزب بيعطي الجيش اللبناني؟ الحزب اذا هيدي هي المعادله اللي بتريح لبنان من هذا الخطر. الحزب مستعد يعطيه ذخيره قد ما بدك واللي بدك اياه. بتقبل السفير؟ بتسمح السفير الامريكي مسالين؟ لا ما حدا كذب علينا. نحن بالزمانات كانوا عم يعطونا من ليلات وبدي افضحها مع انه يمكن يزعل مني الرئيس لحول. كانوا عم يعطونا مليلات ببلاش، مش ببلاش، انه ندفع $100 يمكن. هذا وقت قالوا بدهم يسلحوا الجيش اللبناني ضحكوا علينا، بس الرئيس لحول رغم ذلك قال لهم ايه هاتوا اعطونا، لانه كنا ارض صحراء وبدنا عطشانين بدنا مي. لما اجى بده يتوقف سمير جعجع بعتت رساله مع احد الضباط اللي بيشتغل معهم للرئيس لحود، مش بعد كان كروكر، بعت رساله بيقول له اذا انتم بدكم تضغطوا سمير جعجع حرفيا نحن بدنا نوقف نعطيكم سلاح.
اذا طلعت واحد من سمي الجامعة. هيدي اول مرة بحكيها. والضابط بعده طيب اللي جاب الرسالة بيشتغل معه. ضابط لبناني. شو رأيك؟ يعطي الذخيرة ويعطي ال برأيك بعضهم على نفس المنهج هلا مش هلا ما في راس نحن في مجلس الدفاع اعلى ما عم يعملوا مع انه قرأ الدستور بعده مرات على المصاري وعلى ضرب الكم، ليه ما بيقرأ الدستور هلا بيعمل مجلس دفاع اعلى وبياخذوا قرار بدفع الجيش اللبناني يا اخي مش على 1901 على حدود الليطاني بس ليقولوا انه والله الجيش اللبناني مركز يجيبوا الكتائب المدفعيه، انا عم بحكي مصطفى حمدان بالجيش كان ضابط صغير بيعرف بالجيش، جيبوا هالمدافع ال 155 اللي استخدموها بالجرود دفاعا عن لبنان، وجيبوا هالملالات المنيحه والدبابات المنيحه صفوهم صفوهم على نهر الليطاني برات ل 1901 بس انه انتم هون خذوا قرار من هالنوع. ليه ما بتعملوها؟ ليه ما بنسمع مسؤولين لبنانيين عم بطالبوا الامريكيين يلي في عدد منهم عنده علاقه جيده مع الامريكيين انه يصلحوا الجيش اللبناني من منطلق الحكي يصلحون. اللي عم تحكيه؟ لك نحن لهلا يمكن ما بعرف اذا بقى لا يمكن هلا عطوا شوي بس بوسط الدواعش ومثل شوي ذخيره كانوا يقولوا لنا نون ليذل ويبن يعني اسلحه غير قاتله بتنكتب بس انا عم بسال عن الدوله اللبنانيه نحن عندنا دوله او ما عندنا دوله هلا لبنانيه شو اسمه سوري يعني بخليني اللي هذا الرئيس مئاتي مش هو بيمضي بدل رئيس جمهوريه وبدري شو خليه يعمل ضرب منيح بحياته ويقول انا قررت جيب سلاح من الصين ومن روسيا ومن ايران سلاح بس مين بيعترض؟ مين؟ مش سفيرة شو موظف رقم 3 بتلفن وقصها شو عم تحكي انت؟ عشان هيك نحن مع جيشنا يقوى ومع جيشنا يسلم وكلنا مع جيشنا مين؟ اي جهاز هيدي مجموعه الطوائف والمذاهب المهيمنة على في كثير شخصيات لبنانيه قبل ما نجيب السلاح عم نحكي على سلاح جيشنا نحن بنعرف انه جيشنا بيقاتل بدم الحي وبلحمه يأمنوا لاهل العكار اهل العسكر مش بس عكار والبقاع والمناطق البعيده وجنوا يأمنوا لهم حليب لاولادهم بتلفنوا انا عم يصلي خبر بتلفن المراه للعسكري تبعها اللي قاعد بجنوب بالنبي عويضة وبالحمامس وبالمناطق بدي حليب لابنك لرضعه 100 دولار بيعطوا اياها بيقول له هيدي خد هال 100 دولار هيدا جيش نحن هيدا جيش بدنا نقاتل فيه عيب بس هيدا وين الدولة هيدا عيب وين الدولة هيدا عيب وفضيحة وين الدولة يا عميد اي دولة نحن الجمهورية بلا راس بنغلاديش عملوا راس بزيمبابوي عملوا راس في قبائل ما بعرف سموها عندها راس جمهورية بلا راس في بس ارجع لنقطة الجيش بنسمع كتير قيادات بلبنان حزبية وشخصيات سياسية بتقول انه الحل بيلي عم بصير اللي هن بيعترضوا على حزب الله وما يقوم به حزب الله وانه الحرب والسلم قرار بيد حزب الله ونحن ليش بدنا نكون مربوطين بهذا المصير بقولوا انه فليستلم الجيش اللبناني والجيش قادر يستلم أكيد هذه قادر. المهمة اكيد انا مقتنع انه قادر نحن عنا نوعية بشريا قدرات كبيرة بجيشنا بس هودن في منهم أصدقاء لأمريكا يعني كمان صحيح؟ شو يعني إذا أصدقاء لأمريكا؟ أكيد ليش ما بيطالبوا يعني هن عم بناقضوا حالهم برأيك؟ شو بعرفنا أنتوا حكموا عليهم نروح بكرة انتخبوهم هن بيجيبوا نفس البطة لأنه أنا اللي عم أقوله جيشنا بشريا عنده كل القدرات هول المجموعة اللي عم تقول سلموا الجيش أنا معهم بس عملوا جيش مش جيش حي الله لأنه لما تعمل جيش حي الله معناتها عم تلعب بالدم أنت عم تلعب بدم أولادنا بدم أولادنا بالجيش بتروح بتحطه بالنبي عويضة معه هونان
وهدب وباروتان وثلاثه وعلبه وعشره قد ما بدي. شفنا مواجهات لعناصر وضباط من الجيش اللبناني مع العدو الاسرائيلي، وقديش كانوا هالقد رايحين للاخر بالدفاع عن تراب لبنان. بس اكثر من هالحجم، شوفي عندهم طيران يحميهم، عندهم مدفعيه تحميهم. مين بيضحك علينا قال انه في واحد طلع ما بعرف مين هو هذا باخر هالزمن، اجانا واحد بيقول انه الجيش حتى لو كان هيك معه باروده ويوقف على الحدود بيقدر يحمي البلد، كانه ما عايش بهالدنيا، انه بس القوه هي اللي بتحمي، مش بالبلد بالعالم. بقى مشان هيك روح اعملوا جيش، اذا انتم صادقين مع حالكم، انتم مش صادقين، انتم كذابين وبلا شرف. اللي بيقبل جيشنا يكون هيك عم بتجوعوه وطعموه بنزين ما معه. مين بيتحمل الظروف المعيشية اللي وصلنا لها كمواطنين لبنانيين كلنا يعني، ومن ضمن الجيش اللبناني؟ كل الطبقة الحاكمة السياسية، لعيبة السيرك المطائفية والمذهبية كلها. لعيبة السيرك سميتهم؟ السيرك السياسي اللبناني. شوفي ما حليهم بس يتطور على التلفزيونات، بس شي واحد ياخذ له شي موقف ببوسوه وبصير اوف ياي وما ياي، كلها ما عم بستثني حدا، ومسميين حالهم، كلهم مسمي حاله شكل. بدي اتوقف مع تاني فاصل للاعلان تنرجع على المحور الثالث والاخير، واسالك عن الدوله البلا راس، اي متى رح يصير في رئيس للجمهوريه اللبنانيه؟ ان شاء الله يطلع لنا راس. فاصل اخير وبنرجع لحلقه نبض بيروت. المحور الثالث والأخير من هالحلقة الشيقة مع العميد مصطفى حمدان، يلي عنده كتير أخبار وأسرار. ممكن بيجي وقت بتصير تحكي قصص أكتر وأكتر أو لا؟ ليش؟ الحياة سريعة. هلأ الحياة سريعة، بس نحن بدنا نعيشك اليوم بيوم، إلا إذا شايف الحرب. هلأ أنا شايف الحرب، أنا شايفة بس إنه الحرب جاي. بس بيرجع بقول لك السيد امبارح طمن الى حد ما انه بعد ضمن حدود الوقائع الحفاظ على الواقع اللبناني حتى ما يتضايقوا اكثر من الحرب الاقليميه، تما يزعل الاطراف اللي ما بدها حرب. لا ما عم يزعل. لا انا عم بسالك، حرصوا على البلد تما يزعل اطراف لبنانيه. ما عم يزعل انا، لا ما يزعل، بده يزعل. حرصوا على بلدنا وعلى وطننا وعلى انجازات اللي صارت، مع انه انجازات على الصعيد الشعبي مش على صعيد الدولة. طب هل حرص عميد ليش ما بيترجم بانه الثنائي يبدل موقفه من قصه الانتخابات الرئاسيه وما يضل متمسك بمرشح سليمان فرنجيه، يفوت بهذه التسويه؟ شفت كيف انت دغري، انا عم بحكي عن المقاومه وعن سيد حسن، فوتينا بالثنائي، كلمه ثنائي شيعي خلص صرنا جزء من اللعبة الداخلية. بس هن مش جزء من اللعبة الداخلية السياسية أكيد. بغض النظر عن المقاومة عفك يعني هيدا، بس هن يدخلون باللعبة السياسية اللبنانية مليون بالمية. مشان هيك أنا ما كتير بحب كلمة ثنائي شيء، بس هن مش قرار ان سوا ساعتها أنا بدي روح فتش لي على شي محل شي زاوية سنية يقعد فيها. مع احترامي أنا بحترم كتير طيفتي وجزء من بيئتي، مشان هيك القصة بدك أقول لك إياها بسهولتها. شو بدنا بسليمان فرنجية وترشيحه للرئاسة؟ الحق شئنا أم أبينا، أكيد الحق على الكل بالتكافل والتضامن. على موارنة هاي اللعبة بلبنان، حاجة يقولوا لي رئيس الجمهورية بيمثل الوطن كله، بمثل الوطن كله لحد هلأ قلنا سنتين ما عم نجيبه. المصادفة ما يخاور أول مرة بتاريخنا لقد منطول، مرة طولنا قبل الدوحة وبس حلوها، جابوا أسوأ رئيس جمهورية بالعالم ميشيل سليمان، مش بس بلبنان، على مستوى ما بعد البحار، عرفت شو؟ جابوا أسوأ رئيس جمهورية، شذوذ أخلاقي ووطني وكل شيء، عرفت لي كيف؟ رجعوا هلأ نحن ضربنا سكور. ما هي خبر كنت عم بقرأ بالصدفة، مدري مين بعت ليها، أنه نحن بعد فترة الرئيس يعني أيام الانتداب، تحت الانتداب الفرنسي كنا، جابوا جنرال كولونيل فرنساوي
نصبوه رئيس جمهورية لمدة 5 أيام حتى ما يصير في فراغ أيام المستعمر الفرنسي. وبعد بيير إدي، مدري قبل بيير إدي، بعد بيير إدي أول يعني بهاي الفترة كمان مرة تانية جابوا، كان ألفريد نقاش جابوا كمان واحد كان مندوب سامي، مش المندوب، جابوا موظف بال كمان تما يصير في فراغ. 5 أيام عملوا رئيس جمهورية، تصوري أيام المستعمر الفرنسي. هلا حملت حسب ما بيقولوا هني كمان أيام الوجود السوري في لبنان كمان ما صار عندنا فراغات دغري، الحمد لله النط نجح. بأيام الكرامة والسيادة والعزة الوطنية قلنا 2 جمهورية بلا راس، حق على موارنة. إذا مفكرين حدا رح يعطيكم رئيس جمهورية بهيدي لعبة الطوائف والمذاهب اللبنانية، طبعا أنا مش معه ولا جزء منه، أنا ما خصني فيها، أنا مواطن لبناني لبناني، ومع يعني حتى يقول يكون أكثر مع الحل الوطني مش الحل المذهبي الطائفي. ورجع لك للعبة السيرك السياسي اللبناني، أنتوا الموارنة واجباتكم تجيبوا رئيس جمهورية بالقوة، يعني اعملوا كل الوسائل تفضوا. بس هون عم نرجع لنفس النقطة الأساسية، إنه البعض من هؤلاء الموارنة اللي حضرتك عم تحكي عنه بقول إنه هذا الأمر ليس بيد الموارنة بل بيد حزب الله وحركة أمل. حطوا رأسكم، لكن خليكم حاطين رأسكم بالتراب، وإنه لو في نية كانوا كمان تم التنازل، صار في هذه التسوية لأنه الموارنة تقاطعوا على اسم جهاد أزعور. عميد، يعني إذا عم تحكي عن مين تقاطع عن جهاد أزعور، قديت شوفي مين صوت له، خيجيبوا شوفوا الكتل المسيحية الكبيرة اللي هن التيار قالوا عم بيعطوا مجلس نواب والقوات اللبنانية، بيقولوا عم بيعطوا مجلس نواب وعمل لهم جلسات يا حوار. مزبوط. أنا ضد الحوار، ما بأمنوا نصر. أنا ضد الحوار، أنا ضد، عم بحكي بالسياسة الداخلية اللبنانية، ضد الحوار، ممنوع الحوار، يعني متفق مع القوات اللبنانية. لا ما بيتفقوا، يتفقوا الموارنة، مين ما بدك، أنا ما عم بحكي عن حالي. لا انت ضد الحوار عم تقول، عم لك متفق مع القوات اللبنانيه بهالنقطه؟ يعني اكيد، لانه انا بتفق، ما بتفق معهم بالسياسه ولا بتفق معهم بشيء، بس بقصه ضد الحوار، ليه بدنا نعمل حوار؟ ليه ما بنعمل حوار على رئيس مجلس النواب؟ ليه ما بنعمل حوار على رئيس مجلس الوزراء السنه؟ ليه ما بنعمله؟ ومش بس هيك، يا ريت رئيس الجمهوريه بعد عنده نفس الصلاحيات لنعمل عليه حوار. شو اللي مطلوب بعد اكثر؟ يعني بطل الماروني عم يحكي ويعلي الصوت، التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل عم يحكي ويعلي الصوت، سمير جعجع عم يحكي ويعلي الصوت، بدهم ينتفضوا. انا عم بدعي الماروني كيف ينزلوا يقعدوا بساحة كلهم، بس يعني من البطرك ونزول واللي على اليمين وعلى الشمال. وشو بيعملوا السنه والشيعه؟ لا انتبه، في ناس من السنه بيمشي معهم، اذا كلهم موحدين، مش كل واحد بدي يطلع مع عرب مجموعه بتطلع على عربي مجموعه، لا كلهم سوا ينزل المسيحيه الموارنه. انا عم بعطيهم حال، وحزب الله وحركه امل بيعملوا بدهم، عم يعملوا مصلحه هيدا البلد، كل واحد بيعمل مصلحته. شو يعني حزب الله؟ عم بحكي بالداخل، ما عم بحكي بالمطلع. لا هلا تركنا الفصل الخارجي، صار حكينا عنه محورين، هلا عم بحكي في كل واحد يعمل مصلحته بالبلد يلي سميته سيرك حضرتك، وفيه يعمل مصلحته شخصيات، ولك حتى القوى اللي عم تقول انه لازم نغير النظام تعمل مصلحتها. انا مصطفى حمدان مع الانقلاب العسكري بكره ولا اليوم الليله، اف اكيد لن يصطلح هذا النظام إلا بانقلاب عسكري، وشرب زمان أيضا، ولازم ينعمل. بعدك مقتنع بهذه النظرية؟ وبعد بقول إنه الضباط والرتبة والعسكريين يلي هلأ بالخدمة الفعلية والمتقاعدين لازم يكونوا كلهم مع بعض ويصير في انقلاب عسكري يستلم الحكم البلد لنطلع من المشكل، وإلا رح نضلنا من هلأ وبكرة وبعد بكرة. بس أيه أحسن نحن هلأ؟ وأنا نصيحة، أنا حكيتها لحزب الله، روح على انتخابات ينجي مين ما كان، مين ما كان. هيدا المطلوب، في عدد كبير من الاحزاب بتقول انه فليدعي رئيس مجلس النواب، بس مش انه عم بحشرهم، عم نحكي وقت نزلوا انتخبوا رئيس مجلس، انتخبوا رئيس مين ما اجى رئيس موراني، على القليله بترجع بتعملوا تكوين للدوله. رح بده يجي حكومه، ما هيك؟ فبتعرف حكومه، رح تيجي الحكومه بدون رضا حزب الله، بده رضا حزب الله، ويا خي البيان بدون ما يقولوا جيش الشعب المقاومة مثل ما بيقولوا، لأنه خلص المقاومة فرضت نفسها، ما حدا يحكي، مع أنه السيد أكد امبارح نحن ما حنستثمر.
قال انه لن يكون ما أكيد. يحصل لا ولا ولا بحياتهم اساسا ما قال بالتحرير على الداخل بالتحرير وبعد 2006 ما استسلموا. هلا نفس الشيء ينتخبوا رئيس فورا بيعمل حكومه، الحكومه بتعمل بتعد بيان الوزاره، بيان الوزاره بتقطع ما مش مشكله، بلبنان بيضلوا يتظبط، بتعمل تركيبه جديده بكل القيادات. بس يعني بهذا الموقف عميد لازم يكون في اتفاق قبل مسبق، شو اتفاق؟ لانه اذا ما في اتفاق مسبق انا عم اقول انا مش مال اتفاق، انا عم اقول مين ما اجى رئيس حكومه، رئيس جمهوري لازم يجي. طيب مين بكلفه رئيس حكومه؟ مين بكلفه رئيس حكومه؟ سعد الحريري. انه كل واحد ما مبين مين اقوى واحد بالساحه، جيبوا ما عملهم جيبوا اقوى رئيس مش الرئيس القوي ويرجع يقولوا لي هلا انت مع مشان مع انه انا ما مش بتعرفوا مع اللواء للجنرال للجنرال بس جيبوا اللي بدهم اياه لموان يجيبوه واللي بدهم، مع انه انا مش هيدي خطتي السياسيه. لا انت عم تقول يمكن هيدا الحل الافضل اليوم، وبيجيبوا الاقوى سنيا وبعدين بنروح على مجلس النيابه لنشوف مين الاقوى غير الله يطول بعمره رئيس بره. هيدا الحل، بس لازم يصير في جمهوريه فيها راس. بلا راس لك ما لو ما شعرين انه احنا بلا راس. لك مجلس دفاع اعلى ما عم ينعيد هلا هلا، انت بدكم تقعدوا مجلس دفاع اعلى هلا. الرئيس ميقات رئيس حكومه تصريف الاعمال عم يقعد اجتماعات وعم بيع خليه ازمه وخيك صار الدستور ما انك كسره انت، ويلا هات ايدك والحقني. استوقفنا يلي قلته عن سعد الحريري انه هو بيكون رئيس حكومه، هل انت مع عودته للحياه السياسيه؟ أكيد. وما أكيد. يكون في بقى تعليق لعمل لانه كان في فراغ كبير بذهابه من البلد، واضحه مش كثير عم بحكي يعني انا انه غير واقع. يا حوي شوف الواقع الطائفي السني كتير مزري على الاخر بغياب الرئيس الحريري، هذا واقع. وبعدين عم نشوف ظواهر عاب، يعني في حدا بيجي وبيروح مبين انه في مهزله عم بتصير، وهيدي لازم تتوقف على صعيد الشارع السني. مين برايك لازم يكون رئيس الجمهوريه اذا حكيت سعد الحريري لازم يكون رئيس حكومه؟ انا مع الانقلاب العسكري، مش معناتها انه عم بحكي انه انا بحبه للعماد جزافون، بس انا ما حسمي اسماء لانه في كثير موارن يخرج يكونوا. هذا شأن مارونه ما بتتدخل فيه؟ لا بتدخل فيه كمواطن. انا كمواطن ما هذا بدك لك الحال، لانه بدك الحال بدك الحال يجتمع المجلس، ما بيقولوا حوار، يجتمع يتفقوا على الحال، يجتمع المجلس النيابي ويعمل شو بيقولوا مرسوم، مدري شو بيعملوا، هذا اعلى من المرسوم، مدري شو بالدستور، ويقولوا الاستفتاء من الشعب، خلي الموارنه يعني بدنا نغير دستورنا. بدنا نعدل الدستور. أي دستور يعني تعديل اي دستور؟ مين بعد فهمت الدستور؟ احنا بلبنان عندنا دستور. انت مع انتخاب رئيس الجمهوريه من الشعب مباشره؟ لا لك كيف، حرصا على اهلنا الموارنه، مش الموارنه المسيحيه، ينقوا المسيحيه ثلاثه. بعطيك حل عملي، مع انه انا برجع بقول لك مش هيدا خطي انا ولا، بس انا عم بعطي حل عملي، ينقوا ثلاث اسماء الموارنه، بعد ثلاث اسماء نعمل جوله ثانيه، نقي واحد من ثلاثه كل الوطن. هيدا مقترح طارحينه التيار الوطني الحر، انه يصير فيه انتخاب الرئيس مباشره على اول مرحله ومرحله ثانيه. لا طارحين غير، مش طارحين المسيحيه. بلا طارحين، اذا هيك لكن نحن وياهم التيار يعني كمان حفاظا على اتفقنا نحن وياهم اكثر من القوات انه بالحوار وما الحوار هيك. هذا حل او بالسيرك اللبناني خلي البطرك يجمعوني ينقوا ثلاث اسماء ويطرحوهم. ما هن حتى عند البطرك المسيحيين ما عم بيروحوا كلهم، دائما في عنصر يقول انه للقوة، القوة بالسياسة اللبنانية الجيش يسلم الحكم. انقلاب عسكري. هيك تظهر الجمهورية، بس نضلنا هيك بلا راس. إذا صار أنا بدي أسلم بهذا الواقع، صار انقلاب عسكري. بتقولي لي شو بيعمل حزب الله؟ بكره شو منو؟ إيه شو بيعمل حزب الله؟ حزب الله ما بيعمل شيء بالداخل. إذا كان في انقلاب عسكري جد ما يمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري شو بيعمل؟ بتسألي له. لا لكن نرجع لحتى لبنانتين الانقلاب العسكري بياخذ اذن من فلان من فلان من فلان. بس السؤال الاساسي هيدا الانقلاب العسكري اذا اليوم صار عمين
مش لازم يكون على على ما حفظ الألعاب على نبيل بري على نجيب مئاتي على وليد مبلاط على كل الطبقة السياسية الطائفية المذهبية الحاكمة كلهم كلهم يعني كلهم خلينا ينقذوا بهذه الكلمة مثل ما كانوا ينقذوا وقت هذه الثورة العظيمة اللي نهيها شنكر ثورة شنكر في لبنان لأنه شو من أمتين الانقلاب العسكري بياخد إذن بعدين اللي بده يواجه الجيش بيكون هو بس هيدا ما بيهدم المجتمع بعد أكتر وبيعلقنا بمشاكل بعد أكتر وأكتر طب شو بنعمل نضلنا قاعدين هيك بلا رأس ما في مؤسسات دائما في خيارات بدك تاخديها بالحياة بين السيء والأسوأ أمرار بس بدك تاخدي قرار كان بي يقول له الله يرحمه في الحياة حواجز مثل أفز الخال لاحظني إذا فزيتي وانكسر إجر الحصان أو انكسرت إجرك فزيتي بس إذا ضليتك قاعدة وراء الحاجز بتموتي وراء وبتاخدي صفر بدك تفزيه معي دقيقة بدي اختم فيها بدي اظهر من لبنان ارجع لامريكا بما انه كثير حكيت عن امريكا اليوم مين رح يكون رئيس امريكا المقبل دونالد ترامب او كمالا هاريس الظاهر لحد هلا ترامب كمالا هاريس بعد ما قدرت اول شيء جاي مأخر على السبق وترامب بعد قصة الاغتيال وهذا اخذ بس خليني اقول لك انت عم تحكي عن امريكا ارجع شوي على لبنان رجاء وانا عم بحكي فعلا بقلب مفتوح وبدون اي خلفيات هلا عين الحزن بتقشع عين الحزن بتقشع الكلمة المنيحة من الأطراف تجاه المقاومة وتجاه شهداء المقاومة بتشد الأواصر وبتروق النفوس والكلمة الممنيحة لشو نحطها بقنوات التآمر والعمالة وهذا خلي هلا وقت لملمت الناس ومثل ما عم نقول الكلمة المنيحة وخاصة من بعض السياسيين احكوها وبتبين عم تحكي عن كل الاطراف اكيد عم لك بتبين بالمرحله القادمه وعين الحزن بتقشع دائما لما يكون في مآسي بتشوفوا الناس لبعض الكلمه المنيحه بتشد الاواصر هلا وبتعدوا عن الكلمات اللي ما بتعملكم شعبويه بالعكس حتى جماعتكم مش قابضينكم امرار مشان هيك شدوا على بعض بخوفك هذا النهج عميد يعني نهج الشعبويه وتاخذ الامور بعدين بتجرح الشعبويه هلا طائفيه وهيك اكيد انه وتخويف الناس انه بدل ما تشدها ومثل ما عم اقول لازم هلا كل العالم تكون مش عم اقول انه ما تعبروا عن بعض المخاوف والقصص لأن القصة دقيقة وقوية يعني معركة فاصلة تاريخية بس الكلمة المنيحة هلا بتشد بتخوف العقل الإجرام الإسرائيلي بتقول لا هيئتهم متفقين يعني كله هذا بيساعد ما صار في نفوس مشحونة أكثر مثل ما بنقول يعني هلا في مش نفوس مشحونة في نفوس لأنه بتقول بركة ربحوا الأمريكان بركة ربحوا الإسرائيليين هاي البركة تذكروا بالماضي قد ايه كلفتنا كلمة بركة برك الإسرائيلي تذكروا مكتب لبراني بتضيع شو صار تذكروها كلمة المنيحة منيحة هلا وبرجع بختم عندك بقول لك عين الحزن بتقشع أنا بدي أشكرك العميد مصطفى حمدان على هيدا الحلقة إن شاء الله إن شاء الله ربنا بيحمي بلدنا هذا أهم شيء أمين أمين يا رب أكيد هيدا الشيء الأساسي ويبعد عن الكل الحرب والقتل ويبعد عنا الضربات مثل ما كانت تقول أمي صح وأمه كمان هيك بتقول وأمه كمان هيك بتقول هذا شيء كمان يلي بيجمع اللبنانيين اللي بيحبوا بلدهم والصادقين لأنه أكيد في ناس هن بالاسم لبنانية هلا رجعت مش بالفعل رح أختم شكرا لك العميد مصطفى حمدان على هيدا الحلقة على عمل اللقاء فيك ما حدا كلنا لبنانية أكيد أحسن كلنا لبنانية كلنا لبنانية وباقيين بلبنان شكرا لك عميد على هالحلقة شكرا لكل مشاهدينا بض بيروت نلتقى فيكم بحلقة جديدة إذا الله رضي